أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، أهلا بيكم في حصة جديدة من حصص مادة العلوم. وهنبدأ وحدة جديدة، أول حصة لينا في الوحدة الثانية والأخيرة في منهج الفصل الدراسي الأول. وحدتنا اسمها الكون، زي ما احنا شايفين كده مكتوب أسفل كلمة الكون الفضاء وحركة الأجرام السماوية. يعني احنا هنتعلم في الوحدة دي معلومات عن الفضاء ورواد الفضاء لما بيطلعوا بره الأرض بيشوفوا ايه. هنطلع مع بعض في رحلة جميلة ونتعلم فيها كل حاجة عن الأرض والشمس والكواكب، ومعلومات جديدة هنستفيد منها كتير. وحدتنا بتتكون من درسين، الدرس الأول اسمه النجوم والكواكب، الدرس الثاني اسمه حركة الشمس والأرض. هنبدأ في حصتنا في الدرس الأول اللي اسمه النجوم والكواكب. وزي ما تعودنا قبل ما نبدأ الحصة بنتعرف نبذة صغيرة ايه الحاجات اللي هنتعلمها في هذا اليوم. هنتعرف الكون وهنعرف معنى الكون، كمان أن نعرف معنى النجم، يعني إيه نجمة ومعناها إيه، كمان نفسر سبب ظهور النجوم في السماء على هيئة نقط صغيرة مضيئة، وأخيرا هنستنتج إن الشمس نجم. زي ما احنا عارفين يا ولاد ان في نهاية حصتنا بيبقى عندنا مسابقة، احب انوه عنها علشان الطلبة اللي بيحضروا معايا لأول مرة. المسابقة دي بتبقى على تطبيق اسمه الكاهوت، التطبيق ده بننزله على الموبايل، ودي الايقونة بتاعت التطبيق مرسوم عليها حرف الكي الكي. التطبيق اسمه كاهوت، ولو أنا مش حابب أدخل على الموبايل ممكن أدخل على لابتوب أو كمبيوتر باستخدام الرابط kahoot.it المكتوب بالأزرق في أسفل الشاشة. كمان في نهاية حصتي بديكوا اختبار على هيئة واجب إن أنتوا بتحلوه مع نفسكوا بعد الحصة. الاختبار تفاعلي، يعني بمجرد ما بخلص الاختبار بيطلع لي نتيجة الاختبار وأشوف الأسئلة اللي جاوبتها صح والأسئلة اللي جاوبتها غلط. علشان أعرف أدخل الاختبار ده لازم أكون معايا تطبيق، التطبيق ده على الموبايل اسمه قارئ الأكواد، التطبيق اسمه QR كود ريدر. علشان أنزله بدخل المكان اللي بنزل منه الألعاب على الموبايل، اللي هو زي ما يكون الموبايل عندكم مثلا اسمه الجوجل بلاي أو اسمه المتجر تبع الموبايل اسمه إيه عليه، وبكتب QR. مجرد ما كتبت QR كود هيطلع لي برامج كتير، هختار برنامج واحد منهم أنزله. بيبقى البرنامج فيه كاميرا، الكاميرا دي بسلطها بس على الرمز اللي هطلعه لكم في نهاية الحصة هيوصلني للاختبار. كمان حابة أقول إن كتاب المدرسة فيه رموز كتير، مربعات كتير من المربعات اللي قدامنا دي، المربعات دي إحنا المفروض بنستخدمها في الوصول للمعلومات والفيديوهات والاختبارات والأسئلة والحاجات الجميلة اللي نازلة على بنك المعرفة على منصة المذاكرة الرقمية. يعني عند الدرس كل جزء من الدرس بلاقي جنب منه رمز زي ده، أنا هستخدم الموبايل في قراءة هذا الرمز، هيوصلني الفيديو أو يوصلني لاختبار، لأسئلة، لأنشطة على بنك المعرفة هتفيدني في الدرس بتاعي. نبدأ درسنا، وعايزة أقول لكم مفاجأة جميلة، إن أنا وإنتوا هنطلع في رحلة افتراضية
إلى الكون دلوقتي. هنطلع رحلة وإحنا مع بعضينا قاعدين في بيوتنا، وهنشوف الدنيا وهنعرف كل حاجة عن الكون. بندخل على أي متصفح عندي على الكمبيوتر أو على الموبايل، وهكتب خرائط جوجل. هكتب خرائط جوجل عشان أدخل على الخريطة. لما دخلت على خرائط جوجل جاب لي خريطة، الخريطة دي فيها مصر. أنا هكتب المكان اللي أنا عايزة أوصل له، أو المكان اللي أنا قاعدة فيه، أو مدرستي. أنا هنا بكتب مدرسة أم الأبطال، وهلاقي المدرسة بتاعتي ظهرت لي اسمها في وسط الأماكن اللي ظهر أسفل. أنا دخلت هنا مدرسة أم الأبطال اللي موجودة في عين شمس، ظهر لي صورة المدرسة زي ما أنتوا شايفين، ودي بوابة المدرسة، وعندي خريطة فيها أماكن كتير موجودة حول المدرسة. هروح أشوف مدرستي فين من الكون، وأنا ببقى جوه المدرسة وأنا جزء من هذا الكون. تعالوا كده نشوف. أنا دورت في الأماكن، لقيت مكتوب عندي علامة حمراء أهي، ومكتوب جنبها مدرسة أم الأبطال، وآدي الشوارع اللي حوالين المدرسة. هنا أنا هستخدم القمر الصناعي علشان أشوف الدنيا بقى، وهشوف الأماكن كلها، هتفرج على مصر كلها من خلال القمر الصناعي، كأني راكبة طيارة وبطير فوق مصر وأشوف الدنيا. بصوا أنا كده ببعد بالطيارة، ببعد وأشوفها من بعيد، وكل ما ببعد الأماكن بتصغر وبيظهر لي حاجات أكتر. بصوا كده المدرسة عمالة أنا ببعد عنها، بعد ما كانت كبيرة أنا بدأت المدرسة تصغر، تبان لي صغيرة، والأماكن اللي حواليها تبان أكتر. بدأ يظهر لي أماكن مدينة السلام، مطار القاهرة، قصر القبة، شبرا الخيمة، دي المناطق دي كلها موجودة فين؟ موجودة في محافظة القاهرة. إحنا كلنا موجودين في محافظة القاهرة دلوقتي، مدرستي جزء من محافظة القاهرة. أنا كمان عمالة أبعد، أرجع لورا وأبعد، بدأ يظهر لي المحافظات التانية. بعد ما كنت في عين شمس وبعد كده بقيت في القاهرة، دلوقتي أنا المحافظات التانية ظهرت لي، وكده أنا برجع كمان وأبعد أكتر، ظهرت لي الدول، أنا كده جزء من مصر، وكمان عندي الدول العربية حوالينا، عندنا ليبيا والسعودية وفلسطين. طب تعالوا كده نشوف ايه ده؟ ده احنا كده عايشين على كورة. شايفين الكورة دي؟ اسمها الكرة الأرضية، أو بنقول عليها كوكب الأرض. احنا في مدرستنا أو في بيتنا جزء من كوكب الأرض. شايفين كوكب الأرض أنا بلففه إزاي؟ فيه القارات السبعة اللي درسناها في مادة الدراسات الاجتماعية، زي ما احنا شايفين كده، احنا جزء من قارة إفريقيا، وعندنا قارتين الأمريكتين، ودي هنا قارة أستراليا. وكمان وانا بلف تاني، رجعت تاني، ظهرت لي قارة افريقيا اللي مصر جزء منها. كمان ببعد شوية عشان اشوف الارض دي كمان موجودة فين بقى الارض. اول ما بعدت وصغرت الارض شوية، ظهرت لي حواليها مساحة مظلمة. المساحة الضلمة دي مليانة نقط مضيئة. شايفين النقط المضيئة دي يا أولاد؟ في نقط كبيرة شوية، ونقط صغيرة، ونقط متوسطة، ومن ضمنهم نقطة كبيرة خالص أنا شايفاها منورة جامد، اللي هي عاملة إضاءة شديدة هناك، دي الشمس بتاعتنا. وكمان زي ما احنا شايفين كده، هي رمية نورها وضوءها على نص الأرض، والنص التاني مش واصله الإضاءة. وعندي نجوم، النقط المضيئة التانية دي نجوم اللي بنشوفها في السماء بالليل. بنيجي بالليل كده نبص في السماء، نلاقي السماء مليانة نجوم، عدد لا حصر له.
يلا بينا نرجع نبتدي نقرب تاني، نقرب كمان، قربنا وصلنا مصر علشان نهبط تاني. نزلنا هنبتدي نروح مدرستنا، مدرسة أم الأبطال اللي أنا بدأت منها الرحلة. قربت كمان، ظهرت لي المدرسة بالشوارع اللي حواليها. من رحلتنا اتعلمنا إن إحنا، أنا في مدرستي أو في بيتي جزء من المحافظة اللي أنا الموجود فيها، سواء أنا من محافظة القاهرة، محافظة الشرقية، المحافظات اللي خدناها في الدراسات، والمحافظة دي جزء من مصر، جمهورية مصر العربية، ومصر جزء من الإيه؟ من الكرة الأرضية. شايفين الكرة الأرضية اللي هي كوكب الأرض، كوكب الأرض عليه الناس والحيوانات والبيوت والزرع والجبال وكل حاجة، والحياة كلها موجودة على كوكب الأرض. طب وكوكب الأرض هو جزء كمان من حاجة أعظم وأكبر اسمها الكون. الصورة الأخيرة دي يا أولاد هي صورة الكون، الفضاء الأسمر الغامق المظلم اللي احنا شفناه لما طلعنا مع بعضينا الرحلة، هو ده الكون. يبقى ايه هو الكون؟ شايفين الصورة قدامنا؟ الكون هو فضاء فسيح، فسيح يعني كبير قوي، يوجد فيه ملايين النجوم. من ضمن النجوم دي نجم مهم جدا لينا اسمه ايه؟ نجم الشمس. تعالوا نسمع مع بعضينا جزء جميل من كرتون كلنا بنحبه اللي هو ايه؟ الاسد الملك سيمبا. تيمون. ايوه. عمرك فكرت النقط المنورة اللي فوق دي تطلع ايه؟ بمبا انا بفكرش، انا عارف. طب يطلعوا ايه؟ دبان منور، دبان منور لازق في السجادة الزرقاء اللي فوق دي. اه عجبي، ده انا كنت دايما احسبها خور غاز مولعة على بعد ملايين الاميال. بومبا انت بالنسبة لك كل حاجة غازات. ايه رأيكم يا ولاد في الجزء ده؟ يا ترى مين اللي فاهم صح، تيمون ولا بومبا؟ اكتبولي كده على الشات، ايه رأيكم؟ مين فيهم اللي بيتكلم صح، تيمون ولا بومبا؟ ايوة ممتازين. برافو عليكم. هو تيمون قال لي بومبا ايه؟ قال له ده سجادة زرقاء وفيها دبان منور. لا طبعا ده انت غلط يا تيمون، ده دي النجوم. هي ايه النجوم؟ بومبا قال دي كرات من الغاز الملتهب، انها كتلة من النار مضيئة وبتشع نور، والنور وهي بعيدة جدا عندنا بيقول انها ايه؟ على بعد الاف من الاميال. الميل ده وحدة من وحدات قياس الطول، زي الكيلومتر والمتر والسنتيمتر. اذا بومبا عنده فكرة صح عن الكون ومن بعد الشمس ورابع ألمع جرم سماوي في سماء الأرض بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة وبيبعد النجم. النجوم يا ولاد هي الأجسام المضيئة اللي ذات أحجام مختلفة، أحجامها
مش قد بعضها، فيها الكبير وفيها الصغير، وزي ما احنا شايفينها كده منورة. ومنورة مش بس بتطلع ضوء، ده كمان بتشع ضوء وحرارة. النجوم موجودة فين؟ موجودة في الفضاء، أو ممكن نقول عليها موجودة في الكون. الفراغ الفسيح اللي اسمه الفضاء ده هو تعريف الكون. إذن النجوم هي أجسام مضيئة أحجامها مختلفة تشع ضوء وحرارة. هي بتشع ضوء وحرارة لأنها عبارة عن كرة من النار ملتهبة، كرة من النار وملتهبة بتطلع حرارة شديدة جدا، والحرارة كمان معاها إضاءة. زي ما احنا كده شايفين النجوم في السماء، ايه الخصائص اللي بتميزها؟ اول خاصية بنقول ان النجوم مضيئة بذاتها، يعني هي اللي بتنور لوحدها، ما بتستناش حد مثلا يرمي عليها ضوء وهي تعكسه، لا هي مضيئة بذاتها ذات أحجام مختلفة. زي ما احنا شايفين عندنا نجوم صغيرة ونجوم تانية كبيرة، وفي نجوم متوسطة الحجم. الخاصية الثالثة إن النجوم تشع ضوء وحرارة. تعالوا كده نشوف الأشياء لما ببعد عنها حجمها بيحصل له إيه. عندي عربية قريبة مني بدأت تمشي، شايفين العربية لما مشيت بعيد إيه اللي حصل؟ كلما ابتعدت السيارة بيقل حجمها ولا بيزداد حجمها ولا لا يتغير حجمها الظاهري؟ طبعا بيقل حجمها، كلما ابتعدت السيارة يقل حجمها الظاهري. لهذا احنا كمان بنشوف النجوم صغيرة جدا على الرغم من انها كبيرة جدا جدا جدا. معانا طيارة لسه واقفة على الأرض، طب إحنا هنخليها تطير. طير يا طيارة بعيد، شايفينها لما بعدت؟ كلما ابتعدت الطائرة يقل حجمها ولا يزداد حجمها ولا لا يتغير؟ طبعا بيقل حجمها الظاهري، يعني هي بتبدو ليا إنها صغرت، إنما هي في الحقيقة هي زي ما هي. نفس الوضع في النجوم البعيدة، النجوم بعيدة جدا عننا فلذلك بتظهر لينا صغيرة جدا على هيئة نقط، لكنها هي ايه؟ في الأصل كبيرة لدرجة انها اكبر من كوكب الأرض اللي احنا كلنا عايشين عليه. طيب لو جيت أسأل بقى، علل او اذكر السبب لماذا تبدو لنا النجوم صغيرة الحجم؟ لماذا نرى النجوم على هيئة نقط مضيئة، نقط صغيرة؟ ابتدوا يا ولاد اكتبوا لي، علل، اذكر السبب، او فسر علميا، ده هدف من اهدافنا في الدرس بتاعنا. ليه انا بشوف النجوم صغيرة على الرغم ان احنا عرفنا انها في الاصل كبيرة جدا جدا جدا؟ انا عايزة اشوف اجاباتكم كده، هبص عليها. أحسنت أحمد إمام، ممتاز. وهيمن برافو عليك. أحمد محمد، ممتاز. ناس كتير كاتبة نفس الإجابة الممتازة اللي أنا متوقعاها منكم. طبعا النجوم تبدو لنا صغيرة الحجم لأنها بعيدة جدا عنا، موجودة في مكان بعيد جدا فبنشوفها صغيرة جدا. ده أنا أحيانا لما بص في السماء أشوف العصفورة أكبر من الطيارة اللي طايرة فوق، هل العصفورة أكبر من الطيارة بجد؟ لا طبعا، لكن العصفورة قريبة مني والطيارة بعيدة جدا جدا عني لدرجة إن أنا
بشوف بس بشوفها زي النقطة. أحيانا في طيارات كده بنشوفها ونشوف الدخان الصغير طالع منها ديلها كده وماشي وراها، ما بنبقاش مفسرين الطيارة لأنها بعيدة جدا عنا. نفس الحكاية في النجوم، نرى النجوم صغيرة جدا في حين أنها كبيرة جدا جدا جدا، فهي بعيدة جدا 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 عننا. المجموعة الشمسية، ايه المجموعة الشمسية دي؟ المجموعة الشمسية دي هي جزء من الكون، والجزء من الكون ده احنا عايشين على جزء منه. المجموعة الشمسية بتتكون من، دي صورة المجموعة الشمسية، بتتكون من حاجة كبيرة قوي موجودة في النص، حاجة كبيرة ومنورة وبتشع حرارة. الحاجة الكبيرة دي اللي موجودة في المنتصف دي اللي أنا بشاور عليها بالماوس دي اسمها الشمس، وعشان كده سمينا المجموعة كلها باسمها، لأن هي مين؟ هي البيج بوس، هي الكبيرة بتاعتهم، وهي اللي مسيطرة عليهم، وهي الوحيدة اللي بتشع ضوء وحرارة. طيب في ايه كمان في المجموعة الشمسية؟ حاجات اسمها الكواكب. الكواكب جمع كوكب، هناخدها الحصة الجاية ونعرف كل حاجة عنها. كمان في الأقمار، الأقمار دي جمع قمر، عارفين القمر طبعا كلنا بنشوفه بالليل. ده معنى الكلام ده ان في قمر غير القمر بتاعنا ده، لا في أقمار كتيرة جدا وهنعرفها كمان في الحصص القادمة. ده كمان في أجسام تانية وحاجات تانية كتيرة موجودة في المجموعة الشمسية اسمها الأجرام السماوية. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين انا حاطة الماوس على حاجة عاملة كده زي النور إضاءة اهي، وليها ديل وراها، وفي كمان حاجات اهي، دي صخور صغيرة موجودة في المجموعة الشمسية. يبقى المجموعة الشمسية بتتكون من الشمس موجودة في النص في المركز، اللي احنا عارفين طبعا ان الدائرة لها مركز، فهي موجودة في النص في المركز، وحواليها مجموعة من الكواكب. الحاجات دي اللي انا بشاور عليها دي اسمها الكواكب، والكواكب في حواليها حاجات تانية صغيرة بتدور حواليها زي القمر بتاعنا اسمها الأقمار. كمان في حاجات تانية كتيرة اسمها الأجرام السماوية، حاجات صغيرة وكبيرة ومضيئة ومش مضيئة، وهنعرف كل حاجة عنها في الحصص القادمة. كده عرفنا مجموعة الشمسية بتتكون من ايه؟ أول حاجة في المجموعة الشمسية هندرسها هي الشمس، ونبتدي نتعرف على الشمس. شايفين يا أولاد الشمس هي الموجودة دي اللي أنا بشاور عليها دي. أول صفة من صفات الشمس إنها نجم مضيء. طب ليه يا ترى أنا قلت على الشمس نجم؟ لأن النجوم أجسام مضيئة تشع ضوء وحرارة، والشمس بتاعتنا جسم مضيء وبيشع ضوء وحرارة، إذن هي نجم. الصفة التانية من صفات الشمس إنها بتشع ضوء وحرارة، بتنور في النهار، بنشوفها منورة قد إيه، وكمان بتدينا حرارة، بتدينا دفء في الشتاء، وكمان في الصيف بتبقى الدنيا حارة جدا، يبقى هي اللي بتعمل لنا الحرارة. الصفة التالتة من صفات الشمس إنها أقرب النجوم إلينا، أقرب نجم لينا هي الشمس. في نجوم كتير قوي لا حصر لها موجودة في الكون، لكن أقرب نجم للأرض هو
نجم الشمس. الصفة الرابعة للشمس قلنا إن هي موجودة في مركز المجموعة الشمسية. مركز المجموعة الشمسية يعني هي موجودة في النص والحاجات التانية كلها بتدور حواليها. آخر صفة إن الشمس هي أكبر جسم موجود في المجموعة الشمسية. أكبر حاجة في الحاجات دي هي الشمس، أكبر من كل الكواكب اللي حواليها وأكبر من كل الأجرام اللي موجودة في المجموعة الشمسية. ده لدرجة إن إحنا لو جمعناهم كلهم وحسبنا حجمهم وهم مجتمعين مع بعض، الشمس أكبر منهم كلهم، أكبر من المجموع بتاعهم كله. إذن لو قلنا إيه هي صفات أو مميزات أو خصائص الشمس، هنقول إن هي نجم ومضيء ويشع ضوءا وحرارة، وهي أقرب النجوم إلينا، وإنها موجودة في مركز المجموعة الشمسية، وإنها أكبر جسم في المجموعة الشمسية، ولكن هي مش أكبر نجم في الكون، هي أكبر جسم في المجموعة بتاعتنا لكن مش أكبر نجم في الكون. في نجوم تانية أكبر منها ونجوم تانية أصغر منها. فبنقول إن الشمس لا هي كبيرة قوي بالنسبة للنجوم التانية، الشمس تعتبر نجم متوسط الحجم، لا هي كبيرة قوي زي بعض النجوم كبيرة قوي، ولا هي صغيرة زي بعض النجوم الصغيرة، هي متوسطة الحجم. إنما لما بنقارنها بالحاجات الكواكب والأشياء اللي موجودة في مجموعتنا الشمسية، هي أكبر جسم، هي أكبر جسم. طيب أنا هسألكوا سؤال قبل ما نقلب على الشريحة اللي بعد كده. أنا عندي كم نجم في المجموعة الشمسية؟ الرسمة اللي قدامي دي اسمها المجموعة الشمسية، وإحنا عرفنا المجموعة الشمسية بتتكون من إيه. في كم نجم فيها؟ يلا أشوف إجاباتكم الجميلة، فرحوني كده. في كم نجم في المجموعة الشمسية؟ عمر، ممتاز. مين كمان؟ أول واحد كتب لي الإجابة الصحيحة عمر. أحمد إمام، أحسنت. لأ يا حفص، إجابة مش سليمة. أحمد محمد، ممتاز. أحمد إمام وهيمن مازن، إجابة مش صحيحة. أيوة كده تمام، أحسنتم جميعا. النجم اللي موجود في المجموعة الشمسية نجم واحد، هي فيها نجم واحد هو الشمس. مين منور في الحاجات اللي قدامي؟ هل ده منور؟ ده منور؟ ده منور؟ لا، مفيش ولا واحد فيهم منور، لا يشع ضوء ولا حرارة. الجسم الوحيد اللي موجود في مجموعتنا الشمسية اللي بيشع ضوء وحرارة هو الشمس، وعشان كده قلنا إن الشمس نجم. يبقى عدد النجوم اللي موجودة في المجموعة الشمسية كام؟ واحد بس. طيب سؤال كمان، عدد النجوم الموجودة في الكون. نركز في السؤال، عدد النجوم الموجودة في الكون. أحسنت يا محمد هشام، أول واحد جاوب على سؤالي، أحسنت. مين كمان؟ مين يعدهم ويقول لي؟ ممتازة يا رؤى، أحسنتي. مين يعد النجوم اللي موجودة في الكون؟ هيمن، أحسنت يا هيمن، برافو عليك. ألاء، محمد زيتون، أحمد إمام،
بسم الله ما شاء الله أحمد محمد، كلكم ممتازين أحسنتم. النجوم عدد لا حصر له، عدد لا نهائي، عدد كبير جدا ما اقدرش اعد كل اجاباتكم، اجابات ممتازه ومتميزه، وكلكم اقدر اطلق عليكم اسم جميل، انتم العلماء صغار. العالم الصغير او المخترع الصغير هو اللي بيفكر ويجاوب اجابات ممتازه زيكم. هنبتدي ناخد بعض التدريبات على الدرس ونشوف احنا فهمنا الدرس كويس ولا لأ. أول سؤال بيقول لي أذكر المفهوم العلمي للمفاهيم التالية: أجسام مضيئة ذات أحجام مختلفة توجد في الفضاء. ده تعريف إيه يا ولاد؟ أجسام مضيئة ذات أحجام مختلفة توجد في الفضاء. أشوف الإجابات. تعريف إيه الأجسام المضيئة؟ أول واحد أحمد محمد، محمد هشام، ألاء، أحمد إمام، محمد هشام، وعمر، وهيمن. أحسنتم أحسنتم. طبعا ده تعريف، تعريف النجوم. النجوم هي الأجسام المضيئة اللي أحجامها مختلفة وتوجد في الفضاء. نجم متوسط الحجم وهو أقرب النجوم إلينا، مين النجم ده؟ يا ترى مين النجم المتوسط الحجم اللي قريب مننا، قريب من كوكبنا؟ أحمد محمد وعمر ممتازين. بتول ما تزعليش يا بتول، أنا بقول الناس اللي قالت الأول، حلا ويوسف ومازن وحفص. أحسنت يا حفص، الإجابة سليمة. إبراهيم، كلكم ممتازين. أنا بقول كم واحد من اللي جاوبوا الأول والباقيين ما يزعلوش مني عشان وقت الحصة. النجم المتوسط الحجم اللي هو أقرب نجم إلينا هو نجم الشمس. فضاء فسيح يوجد به ملايين النجوم. تعريف ايه ده؟ الفضاء الفسيح الذي يوجد به ملايين النجوم. يلا ندخل على السؤال اللي بعد كده. فضاء فسيح يوجد به ملايين النجوم. أحسنت أحمد إمام، عمر، أحمد محمد، محمد هيمن. أحسنتم جميعا. محمد هشام، آلاء، وإبراهيم، ومازن، كلكم ممتازين، وحلا. أحسنتم جميعا. الإجابة الفضاء الفسيح ده اسمه الكون. الكون هو الفضاء الفسيح المظلم اللي مليان نجوم. السؤال التالي: علل لما يأتي، يعني محتاجين نفسر السؤال العبارة دي أو نقول السبب فيها. النجوم تبدو لنا صغيرة الحجم. بنشوف النجوم صغيرة ليه؟ يلا يا حلوين نكتب الإجابة بسرعة ومختصرة، ما نكتبش كلام كتير، نكتب إجابة مختصرة. هي الإجابة ثلاث كلمات. السؤال الإجابة يا ولاد، الناس لسه بتكتب. أحسنت أحمد إمام، أول واحد أحمد محمد وهيمن، ممتازين، وآلاء.
إجابة متميزة. الإجابة لأنها بعيدة جدا عننا، هي بعيدة عننا فبنشوفها صغيرة في الحجم لكن هي كبيرة. سؤال كمان علل. نرى الشمس أكبر من النجوم رغم أنها متوسطة الحجم. احنا اتفقنا ان الشمس نجم متوسط الحجم لكن انا بشوفها اكبر من النجوم كلها، ليه؟ فسر، علل، اذكر السبب. الشمس بنشوفها أكبر من النجوم. أحمد إمام أول إجابة صحيحة. أحمد محمد وهيمن وحلا وآلاء ورؤى وإبراهيم أحسنتم جميعا. وفي ناس كان كتير طبعا إحنا بنشوف الشمس أكبر من النجوم لأنها أقرب النجوم إلينا، أنا أراها تبدو لي أكبرهم مع أنها مش أكبرهم لأنها أقربهم، أقرب حاجة لي من النجوم هي الشمس. اختار الإجابة الصحيحة. الأجسام التي توجد في الفضاء وتشع ضوءا وحرارة تسمى النجوم ولا الأقمار ولا الكواكب؟ الأجسام اللي بتشع ضوء وحرارة، مين فيهم نجوم أقمار كواكب؟ أحسنت يا آلاء، أحسنت يا أحمد، أحسنتم جميعا. أحمد محمد هيمن عمر أحسنتم. طبعا الأجسام اللي بتشع ضوء وحرارة هي النجوم. السؤال التالي اختار الإجابة الصحيحة. الشمس نجم نقط الحجم، كبير متوسط صغير. يلا نختار، الشمس كبير ولا متوسط ولا صغير؟ أحسنتي آلاء أول واحدة وأسرع واحدة جاوبتني، آلاء محمد عبده أحمد إمام إبراهيم وعمر، مفيش حد خالص كتب إجابة مش صحيحة، وهيمن أحمد محمد أحسنتم جميعا. الشمس نجم متوسط الحجم. السؤال التالي عايزين نقول العبارة صحيحة أم خاطئة. توجد الشمس في مركز الكون، يلا بسرعة نكتب صح أو خطأ. توجد الشمس في مركز الكون، ركزوا واكتبوا لي الإجابة. السؤال ده صواب أم خطأ؟ توجد الشمس في مركز الكون. صواب أم خطأ؟ أحمد محمد أيوة، في ناس لسه فاكرة إن صواب بنكتب واحد وخطأ نكتب اتنين، أو تكتب صواب أو خطأ. هيمن راجع نفسك، أحمد إمام، حلا، يوسف، مازن، رؤى، بتول. الشمس العبارة خاطئة. أنا عارفة إن في ناس اتلخبطت، الشمس مش موجودة في مركز الكون، الشمس موجودة في مركز المجموعة الشمسية.
الشمس موجودة في مركز المجموعة الشمسية. يبقى أنا العبارة عندي غلط في كلمة واحدة، الكلمة هي الكون، لو هصحح العبارة هشيل الكون وضع مكانها المجموعة الشمسية. السؤال التالي برضو صح وغلط، النجوم أجسام معتمة نهارا لذلك لا نراها في النهار. النجوم أجسام معتمة نهارا لذلك لا نراها في النهار. هل العبارة دي صحيحة أم خاطئة؟ يلا بسرعة يا حلوين عشان وقتنا. حلا أنتي، أحمد إمام، هيمن، محمد هشام، راجع نفسك يا آلاء، راجع نفسك يا حفص، محمد هشام أحسنت، وعمر، محمد جمال، ومحمد وجانا ومازن، لا راجع نفسك يا مازن، راجع نفسك يا إبراهيم. أنا لسه قايلة إن النجوم أجسام مضيئة، ما قلتش إنها بتبقى معتمة شوية ومضيئة شوية، لا هي مضيئة باستمرار، هي كرة ملتهبة من النار تشع ضوءا وحرارة. أمال ليه في النهار ما بنشوفهاش؟ ما دامت هي مضيئة ليلا ونهارا، إحنا بنشوفها بالليل بس ليه؟ يلا بقى فكروا بقى. سؤال حلو وجميل وعايز المبدعين يفكروا، المبتكرين، المخترعين، الناس المصحصحة معايا تكتب لي الإجابة. ليه أنا بشوف النجوم ليلا فقط وما بشوفهاش بالنهار، على الرغم من أن أنا بقول لكم أهي النجوم أجسام مضيئة ليلا ونهارا، مضيئة باستمرار. يلا كده شوف مين أول واحد وأشطر واحد هيجاوب على سؤالي. أنا عايزة بقى إجابة السؤال. أحمد إمام وندى، يعني أنتوا قربتوا من الإجابة الصحيحة؟ ممتاز محمد هشام، ممتاز إبراهيم، ممتاز، لأن الشمس أحسنتم، هي دي الإجابة اللي أنا كنت منتظراها منكم، لأن ضوء الشمس، لأنها هي أقرب مننا، فضوءها شديد جدا، فضوءها في النهار في الجزء اللي زي ما انتوا شفتوا كده لما رحنا الرحلة سوا، الشمس بتنور النص اللي هي واقفة ناحيته، فهي النص اللي بتبقى نص الأرض اللي هي واقفة ناحيته بيبقى إضاءة شديدة جدا، فضوءها بيغطي على ضوء النجوم، النجوم تظهر في النص اللي فيه ليل اللي ما فيهوش ضوء الشمس. لو قلنا مثال، مثلا أنا منورة مصباح كهربي في الصالة، مصباح من اللي هو المصباح المنور الأبيض الكبير ده، ونورت شمعة وضعتها في ركن الصالة، هل أنا هشوف نور الشمعة؟ لو دخلت وقفت كده هعرف إن في شمعة منورة؟ لا، نور الإضاءة المصباح الكهربي هتبقى أشد وهتغطي على ضوء الشمعة اللي موضوعها بعيد. طب لو طفيت النور، لو طفيت نور المصباح أكيد هشوف ضوء الشمعة، لأن كده أنا الحاجة اللي هي مصدر إضاءة شديدة عندي أنا بعدتها عني، فبدأ يظهر عندي الإضاءات الضعيفة. نفس الوضع بالنسبة للشمس والنجوم، الشمس أقرب النجوم إلينا وإضاءتها وحرارتها بتوصل لنا أكتر من النجوم، فالجزء اللي الشمس بتبقى قريبة منه بيغطي نورها على نور باقي النجوم. السؤال اللي بعده، توجد الشمس في مركز المجموعة الشمسية، نقول العبارة صحيحة أم خاطئة بسرعة علشان وقتنا بدأ يجري. توجد الشمس في مركز المجموعة الشمسية،
تمام، ممتازين جميعا، أحسنتم. طبعا العبارة صحيحة، الشمس موجودة في مركز المجموعة الشمسية. السؤال التالي، الأرض أكبر جسم في المجموعة الشمسية. الأرض أكبر جسم في المجموعة الشمسية. تمام، أحسنتم، ممتازين. الأرض مش أكبر جسم ولا حاجة، أكبر جسم في المجموعة الشمسية هي الشمس. الشمس نجم متوسط الحجم. العبارة صحيحة أم خاطئة؟ الشمس نجم متوسط الحجم. تمام، أحسنتم، الشمس نجم متوسط الحجم، العبارة صحيحة. وصلنا لمسابقتنا. علشان أدخل المسابقة بفتح التطبيق اللي احنا نزلناه في بداية الحصة، أو اللي كانوا معايا من البداية منزلينه من الأول، تطبيق الكاهوت، أفتحه أو أدخل على الرابط kahoot.it على الكمبيوتر. لما بدخل بيطلع لي الصورة دي، بختار Enter BIN. لما بضغط على Enter BIN، الجزء اللي أنا مشاور عليه بالسهم ده، بيطلع لي صورة جديدة وبيطلب مني إن أكتب BIN الخاص باللعبة. هكتب الرقم، الرقم ده هتاخدوه مني دلوقتي، هنكتبه هنا وبعدين نعمل Enter. بعد كده هيقول لي اكتب اسمك، هنكتب اسمنا، نحاول نكتب الاسم الأول والتاني على الأقل علشان اللي يفوز يبقى عارف نفسه، لأن في كتير أحمد وكتير محمد، فإحنا عايزين نعرف مين اللي فاز بالظبط، لأن إحنا عندنا في 3 بيفوزوا في نهاية المسابقة.